إن الحيوان السري يشبه الخنزير. ربما تقولون الآن: إذا كان الحيوان السري يشبه الخنزير فلا بد أنه الخنزير الوحشي، وهو لديه نسوءات ثلاثة على جانبي وجهه. تعرض الخنزير الوحشي أيضا للصيد الكثيف بسبب نقله لبعض الأمراض القاتلة للبشر. لكن الحيوان السري ليس الخنزير الوحشي، فالحيوان السري ليس له هذا العدد من الأسنان كالخنزير الوحشي.